لمن حالفهما الحظ. هكذا التواصل مستمر أيها الحفل الكريم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان. وأعلنت انطلاقة الشوط الرابع والشوط العشرون الخاص أيضا للصعود. مسافتنا هي ما شاء الله وتبارك الرحمن 1500 متر. المقدمة والصدارة سراب وسالم الحمد بن قعيس من يقدم سراب بأداء جميل وتحدي ممتاز. وثاني الاسماء وصل ما شاء الله وصل هنالك اللي يؤدي اداء جميل وتحدي ممتاز وصل شاهين وجابر بن فرج العزبه وصل ما شاء الله هملول وحمد المري رابع الاسماء وصل متعب وحمد بن صالح القوز اتعبهم يا بن القوز اتعبهم اتعبهم. ولكن بن قعيس راح بالتحدي روح بالناموس روح 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 بن قعيس روح بالتحدي روح بالناموس سراب سروم اللي تسرب سالم بن حمد بن قعيس روح مع التحدي وروح مع الناموس اداء جميل وتحدي ممتاز. ولكن ارصد لي يا مصورنا ارصد لي القادم بتحدي كبير. أوه وصل 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 ليقاتل من اجل الفوز من اجل التحدي. العزبه غادم بتحدي كبير شاهين وجابر بن فرج العزبه غادم لا محاله. ولكن برجع الى بن قعيس الله الامتار المجنونه والحاسمه من هو حسمها بتحدي كبير شاهين سراب وسالم الحمد بن قعيس اداء جميل وتحدي ممتاز للغايه. ولكن ثاني الاسماء وصل شاهين وجابر بن فرج العزبه ولكن خلاص كمل كمل سراب بتحدي كبير واداء جميل وانطلاقه جميله والتحدي ممتاز. سلام 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 تهانينا والناموس لمالك سراب سالم بن حمد بن قعيس تهانينا. خط النهايه يرحب بسلام ثاني الاسماء وصل ايضا شاهين وجابر بن فرج العزبه. ثالث الاسماء وصل ايضا هملول وحمد المري تهانينا. التوقيت الزمني ساعة وصول سراب لخط النهاية دقيقتين 14:01 جزء يتيما. تهانينا والناموس لمالكي سراب سالم بن حمد بن قعيس المري قدم اداء جميل وتحدي ممتاز. تهانينا.